اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. بساطه، سهوله، مرونه، دايما بنقول الكلام ده نظري ولكن تعالوا مع بعض ننفذه عملي. معانا النهارده مدفونه الدجاج بالشعريه. دي أكلة تعتبر أكلة شامية، أكلة عربية مدفونة، يعني الدجاج بيبقى جوه الشعرية متغمس في ليفر وطعم وصلصة لطيفة وجميلة. الأكلة دي أنا بعشقها، باكل الشعرية واسيب الدجاج. معانا بتنجان النهاردة هنعمله بالطشة. السفرة بتاعت اللطيفة الجميلة دي بتحتاج لنوع من أنواع العصير الطازة الفريش. الجوافة عندنا بلدي في السوق، الواحد بيشم ريحتها لما بيروح عند الفكهاني يشتري أنواع الخضار. فعندي جوافة بلدي النهاردة، بصراحة حبيت ان انا اعملها سموزي الجوافة بالعسل، قيمة غذائية عالية جدا، وحضراتكم عارفين فيتامين سي مش موجود في الليمون والبرتقال وبس، موجود في الجوافة. والدليل على كده في مشروب في بعض الصيدليات ورق الجوافة، ده مستخرج لفيتامين سي. فتعالوا مع مقتبل او دخول الشتاء نعمل الجوافة سموزي، نعملها عصير، ندخلها ببعض الاكلات. هنشوف نعملها مع بعض ازاي سموزي بالعسل، ويجعل ايامنا كلها يا رب عسل. هناخد بعضنا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نصيحة من شيف بيحبكم، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الشيف هيعمل لنا النهارده نعمل المدفونة بالشعرية. المدفونة بتتعمل بالرز، بتتعمل بالفريك، ولكن لفظ أو مصطلح مدفونة يعني فراخ أو لحم جوه زي قصة الكبسة كده، بس الطريقة مختلفة شوية، التوابل مختلفة شوية. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. معانا فرخة سليمة، الوزن حسب عدد أفراد الأسرة وزنها يعمل تقريبا كيلو وربع. معانا شعرية تقريبا كيلو. معانا بصل وتوم، فلفلة حلوة، بهاراتنا ملح وفلفل وشوية حب. أول حاجة هبدأ بيها الفراخ. الفراخ دي محتاج إن أنا أحضرها وأجهزها للمدفونة. هاخدها زي ما هي كده، نشوف هنعمل فيها إيه وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. حلو أوي، تمام زي الفل. أنا بقى بنصحك لما تروحي للفرارجي أو للراجل اللي بيبيع فراخ، يفضل إنك أنت تجيبي الفراخ سليمة وفي البيت تقطعيها، تضمني عملية التنظيف، عملية تتخلصي من الزفارة إزاي، وتستفيدي من كل حاجة في الفرخة. أنا باخد دلوقتي زي ما احنا شغالين مع بعض كده الورك مع الدبوس، شايفين الحلاوة دي كده؟ باجي للسلسلة دي أنا مش عايزها، وباجي هنا كده باخد الرقبة دي، باخد نصين كده وأحطها في المية تغلي، بصنع بوكي جرني أهو، بقى عندي شوية شوربة حلوين بدون مكسبات طعم، وأنا شغال كده واقف زي الفل. شوية الشوربة دي مهمين جدا، هما سر المدفونة. بصلاية حلوة باخدها بحطها في الحلة. أنا عايز أعلمك تبقي في المطبخ إزاي شيف شاطر وتبقي شاطرة ويبقى عندك المرونة والفروسية أو الفراسة في إنك تكوني تتحدى أي شيف للأمانة. يعني أنا دوري كده وأنا واقف بصنع شوية بهارات، شوية توابل حلوين كده. فرخة اللي هو الظهر بتاعها أو السلسلة نزلتها في الحلة بتغلي، بحط بصل، بحط توم، بقى عندي شوية شوربة حكاية عملتهم وانا واقف في المطبخ، واسيبها تغلي على النار على ما نخلص الحكاية بتاعتها. حلو الكلام. ادي الفراخ بناخدها كده بقطعها كده، ادي جزء وادي جزء، وانا واقف تبقى منابات على فكرة،
يعني ايه منابات يا شيف؟ يعني الفرخه تكفي العيله والجيران ونعمل عليها حفله واحنا واقفين كده مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه يا شيف مغازي؟ ده الفرخه في ايدك بقى الخروف. بتقطع منك انك بتقطع في فخده ضاني اهو. ناخد دي كده زي الفل اهي. ونفس القصه والجناح ده اهو. ايه الحلاوه دي اهو. وده نفس القصه. الله. شفت ليه بقول لك؟ تجيب الفراخ من عند الراجل الفرارجي. تبداي انت اللي تقطعيها اهو. الله. خروف قطعناه. بسم الله ما شاء الله. هناخد الفرخه دي زي ما هي كده هنتبلها. توابل انا عايز اعملها مدفونه بس اعملها ايه؟ بطريقتي الخاصه. معلقه نشا بغلف بيها الفراخ اول حاجه. ليه النشا يا شيف؟ هنقول دلوقتي ليه نشا؟ البهارات بتاعتنا بالشكل ده كده. سلي كده وانت واقف في المطبخ. استعرضي مهارتك. توم ده على الفراخ. اللهم صل على النبي. شويه ملح على الفراخ. كل ده على البلانشه وانا شغال. فلفل اسود على الفراخ. خلي بالك في زيت هنا شديد الحراره واحنا شغالين مع بعض كده. عصره ليمون على الفراخ. حلو. كل ده على البلانشة بتاعتي. حلو الكلام. شوية بقدونس حلوين على الفراخ. وامسك الفراخ دي يا عم الشيف كده ادلعها بقى اه. مفيش للزفارة مكان بينا. الله. ايه الحلاوة دي اهي. شفت الفراخ تغير لونها ازاي؟ نقف محطة هنا سماها محطة المغازل الإبداع والمهارة الطهوية. عايزة الفراخ دي تعملها كريسبي أهلا وسهلا. عايزة تعملها كبسة أهلا وسهلا. عايزة تعملها طاجن فراخ بالخضار أهلا وسهلا. صينية فراخ بالبطاطس أهلا وسهلا. زي ما أنت حباها تقدر تشغليها وتوظفيها زي ما أنت عايزاها بالشكل ده. هناخد الفراخ زي ما هي كده يا عم الشيف نسقطها في قلب الزيت. حلو الكلام؟ أه. يلا بينا. خلص الكلام. خلصنا من الفراخ، خلصنا من البلانشة، خلصنا من كل حاجة. وده الطبيعي انك تروقي مطبخك اول باول، تقف رايقة كده وفايقة ومحدش قدك في المطبخ. المنديل اللي انا حاطه تحت البلانشه دي بيسالني المخرج اول ما قطعته ليه؟ ده بيثبت البلانشه ما بيخليهاش تتحرك على الطاوله اللي انت بتشتغل عليها اذا كان عندك رخامه او عندك اي حاجه تانية. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنتعامل مع الشعريه او الرز او الفريك. كل ده مدفونه يا اما بالفريك يا اما بالبرغل يا اما بالشعريه يا اما بالرز. انا هعملها النهارده بالشعريه. معايا شعريه ومعايا بصل ومعايا توم ومعايا هريسه او فلفله حلوه مكعبين من الزبده ونشوف هنعملها ازاي مع بعض مع شويه البهارات الحلوين. ومعايا طاسه شديده الحراره ومعايا اللغز هنا والسر حله بتغلى على النار فيها شويه حب. ايه هو الحب يا عم الشيف؟ حبك للمطبخ، فرستك للمطبخ، انك ازاي تقف في المطبخ يا ست الكل تطلعي الطعم والحلاوه من بين اصابع ايدك العشره. طريقه امي وطريقه امهاتنا كلهم ازاي احط حله بتغلى على النار فيها بصله فيها تومه فيها شويه روزماري فيها شويه زعتر ومعايا بالشكل ده كده جزر كرفس زي ما انت عايز. ادي الشوربه عندي اهي زي الفل. بدل ما اجيب مكسبات طعم يبقى اكلي زي اكل ام محمد زي ام سعاد زي ام علي وهكذا اه زي الفل. اخد دي كده خليها على النار اوبا. وناخد النار الشديده دي كده ونحط معلقتين زيت مع قليل من الزبده
مع بصلة مع فص الثوم. الله على الريحة. ونقلب دول كده واحنا بنحمر يا عم الشيف. الله، نولع النار هنا الأول كده عشان عايز الشوربة دي تغلي معايا. الفراخ بتتحمر، وعايز أعمل نسبة وتناسب ما بين تحمير الفراخ وما بين تسوية الشعرية. هي دي الشطارة بقى، هي دي الفراسة في المطبخ. الفراخ دي لازم تطلع من الزيت تقريبا مستوية، تنزل على الشعرية بعد التحمير تكمل سواها. ننزل بالبهارات بتاعتنا على البصلة بالشكل ده كده. الله، خدت لون البصلة مع التومة مع الطعم مع زيت الزيتون مع الزبدة اهو. الشعرية فين يا عم الشيف؟ اهي، انزل بالشعرية. نعم يا غالي، مش مطلوب مني احمر الشعرية، انا مش بعمل شوربة شعرية، بعمل مدفونة. ويفضل الشعرية هنا ما تتحمرش، الشعرية تشرب التوابل مع البصلة والتومة والسمنة. حلو الكلام؟ اه. نقلب كده. ايه الحلاوة؟ ايه الجمال ده؟ أهم حاجة شوية الشوربة اللي بيغلوا على النار. دول هدفي، مستقبلي فيهم. ما ينفعش أجيب مية من الحنفية وأحطها على الشعرية دي. لازم يكون عندك شوربة. طب يا شيف مغازي، ما جاش على بالي اللي انت بتعمله ده. في الحالة دي الفرخة اللي انا حطيتها في الزيت تتحمر دي، تسلقيها تاخد الشوربة بتاعتها. وهنا المدرسة هتختلف شوية، الفرخة تبقى مسلوقة هنا وبعد كده تنزلها على الشعرية. دي مدرسة تانية خالص، ولكن انا بطور من المطبخ واسلوب الطهي، يبقى في بساطة وفي طعم تاني وفي شكل تاني. الشعرية اتحمرت في الزبدة في الزيت في التوابل في البهارات، واسيبها على النار كده تتحمص، تتحدى البصلة والتومة في التحمير وتتحمص الشعرية عشان ما تعجنش معايا. فيها توابلها ناقصها، الله عليك، ناقصها الملح. حلو، عايزاها سبايسي؟ معانا فلفل حار. مش عايزاها سبايسي؟ ده اختياري. قرن فلفل حلو زي ده كده، بناخده بنقطعه في قلبيها. الله، ناخد الفلفل ده يا عم الشيف نسقطه على الشعريه. شفت بقى المدفونه؟ اهو ده، سمع صوت الفراخ وهي في قلب الزيت. انا شخصيا هاكل الشعريه واسيب الفراخ للضيوف. سيبوني احمر في الشعريه لان محتاج اطلع جمالها ولونها وطعامتها، وانا من الناس اللي بيعشقوا البخار اللي بيطلع بعد ما احط الشوربه على الشعريه بعد التحمير، سواء بنعمل شوربه شعريه او رز بالشعريه. الشعريه بيبقى لها ريحه حلوه كده بتمشي في الشقه كلها، والفراخ عندي بتتحمر. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل المدفونه بالشعريه مدرسه المغازي مع شويه بتنجان متحمرين بالطشه. ما ننساش العصير بتاع النهارده فيتامين سي علشان دخول البرد علينا نستقبله بحفاوه. اللي موجود في الجوافه نستغله مع سموزي مع العسل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معايا شعرية اتحمرت وخدت لون، تتنافس مع بصلة وتومة حلوين مفرومين ناعم. مدرسة المغازي، نزلت بالبصلة والتومة ونزلت بالشعرية، اتخضينا. قال لك الشعرية ازاي تتحمر مع البصلة؟ يا فندم، ما هي البصلة لما تتحمر الشعرية هتتحمر في نفس الطريق وفي نفس المدرسة. حلو الكلام، لغاية كده احنا زي الفل. اخبار الفراخ ايه؟ نبص عليها. يا حلاوه، ادي الفراخ بتاعتي زي الفل. ناخد الفراخ دي كده اهي، دي الفراخ اتحمرت. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ فرخه بقت دي كرومه اهيت معايا. بركه
بركة يا أمي الله يرضى عليك. كل دي فرخة وزنها لا يتعدى الكيلو و100 جرام تقريبا. حلو قوي. نرجع الزيت تاني. عندي شوربة. نقفل الزيت المزعج ده. حلو. ونوفر كهرباء. ناخد الشوربة الحلوة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي. الله الله على الريحة الحلوة. الله على الجمال. شوربة. تعملي منها صينية بطاطس بالفراخ. شوربة المشروم بالدجاج. شوربة طماطم. شوربة بصل. أهم حاجة التحضير ده. نقلب كل ده. يلا بينا. الله الله يسامحك يا شيخ. ده الشعرية دي أنا بستهون بيها، محدد إقامتها ما بين شوربة شعرية وخلص الكلام. فجأة واحدة لقيك عامل مدفونة بالشعرية. يعني أكلة زي دي، شايفين البقبقة دي؟ ودايما وانت واقفة في المطبخ، لأن خلي بالك الزيارات الحلوة ما بتتفاجئش غير وانت واقفة في المطبخ. فجأة تلاقي حماتك بتخبط الباب. ده وقته يا حمات، ما مش محتاجة الست جاية بنت ابنها محتاجة تخبط الباب؟ لا طبعا، تيجي وقت ما تحب. يبقى مطبخك رايق ورايقة زي الفل. ما هو الشيف كده واقف ايده في النظافة، والمخرج بيقول لي في وداني ايه؟ نظف البوتاجاز علشان الصورة تطلع حلو. أقول له حاضر. حلو؟ ده دوري. طيب تعالوا مع بعض نعمل طبق بتنجان بيتكلم مصر. نعمله ازاي؟ مقاديره على الشاشة. بتنجان بيلمع، ابو قلب ابيض. ايه الصوره الحلوه اللي على الشاشه دي؟ ايه الابداع ده؟ فين الفرخ؟ دي كرومي في قلب الحله تكفي العيله والقرايب. معانا بتنجان ومعانا تومه، دبس الرمان او بديل منه هريسه حلوه، ومعانا بقدونس وزيت زيتون وليمون وملح وفلفل. بساطة، سهولة، مرونة. أنا عايز نار هادية عشان الشعرية دي لازم تستوي على نار هادية. وأنا واقف جنبها كده لحظة الولادة للمدفونة الحلوة. اوعى تشيط منك الشعرية غير الرز، خلي بالك. شفتي؟ يا سلام على شوية الشعرية اللي بيبقوا ماسكين في الفرخة دي كده. زي الفل. للأمانة للأمانة هي عايزة حاجة حلوة. عايزة إيه يا عم الشيف؟ نهد النار كده. حلو قوي. ونحط لها شوية شوربة اللي عندي دي. ونغطيها. ونسيبها تعيش مع نفسها. وناخد بعضينا ونشتغل في البتنجان. ونولع الزيت بتاعنا. البتنجان ده هنعمله إزاي؟ في مدرستين. المدرسة الصحية أو الهيلسي إن البتنجان ده يتشوي في الفرن بعد ما نقطعه. والمدرسة اللي فيها طعم والواحد يحس بطعم البتنجان للأمانة إن إحنا نحمره في قلب الزيت. أيوة نكلم الصدق. البتنجان ده لما بيتحمر في الزيت بيبقى له طعم شيلة خالص. الله اللي يضايقك من هنا أهو. عينيا. حلو تمام. هناخد البتنجان ده زي ما هو، نقطعه بالشكل ده كده. تقطع بطاطس يا عم الشيف؟ طبعا. البتنجان ما اتكتبش عليه تقطع شرايح، واولادنا حفظوا شكله من منذ الطفوله يتقطع شرايح. ففكري مره تقطعيه بالشكل ده كده، استفيدي بسواده وجماله. وعلى فكرة أنا من الناس اللي مش بيحب يقشر البتنجان ولا الخيار. يتغسل كويس. نفس القصة. أنا بعشق البتنجان ده في كل حالاته. دي أغنية دي. والله. بعشقه في كل حالاته. مسقعة، بابا غنوج، متبل،
بالطحينة، مشوي، مكدوس، مربى، مع اطباق المكرونة عربياتا طلينا، الحاجات دي كلها. شوف اقطع البتنجانية ازاي. يجي عليها كده. حتى سهل في تقطيعه، السكينة بتنزل عليه تتناغم. شفت البتنجانية؟ الزيت عندي شديد الحرارة، بس انا مش هحمره كده، ده لازم ادلعه قبل ما انزله الزيت. والله العظيم هتسيبي الفراخ وتسيبي التعب والشقة اللي انا عملته من البداية خالص، والبتنجان ده هتجيبي العيش البلد ابو ردة وتعمليه سندوتشات مع جرجير مع خيار مخلل وبألف هنا وشفا. ناخد البتنجان زي ما هو كده، بننزل عليه بشوية دقيق. الله، شفت بقى الشقاوة؟ هو ده. بننزل عليه فص ثوم، شوية ملح، كل ده على البتنجان. ايه الدلع ده؟ سنة شبت، كل ده على البتنجان. بدلعه، يستاهل. الزيت اخباره ايه؟ درجة حرارته عالية جدا. ده كركم، ودي بابريكا، ده كمون، كل ده على البتنجان يا عم الشيف. فلفل اسود، وامسك البتنجان ده بعصرة ليمون اقلبه. مدرسة بقى. شفت البتنجان بيتعمل فيه قبل كده؟ يتبهدل كده؟ هناخده نقلبه كده. بسم الله. ده مش بتنجان ده. ليه ده؟ شفت الحلاوة دي كده؟ أقول لك على معلومة حلوة وجات لي والله اللحظة دي حالا. الحاجات والأفكار الحلوة دي يا عم زيزو بتيجي في وقتها. عارفه سندوتش الشاورما اللي بتعمليه للاولاد؟ بتحط فيه فراخ او لحمه مع بطاطس او خيار، فكري تحطي البتنجان مع سندوتش الشاورما. ده عميه بالحديد، ده عميه بالمعادن والمغنيسيوم اللي موجود في البتنجان. اي درنيات زي البتنجان زي البصل زي الثوم غني جدا بمضادات الاكسده. هناخد البتنجان نسقطه هنا كده. هو ده هو ده هو ده هو ده. الله، يا سلام، يا بختك يا زيت. مش هيشرب زيت؟ اتحداك. هنشوفه مع بعض دلوقتي. معلقة الدقيق اللي انا حطيتها دي عملت توبنج من الخارج وتغليفه من الخارج تديك الكريسبي وتحافظ على البتنجانية ما تشربش زيت. دي المدرسة. حمرهم كلهم عشان ده نتغدى بيه. تحط في التلاجة، يقعد عندك اسبوع في التلاجة، طلعي وقت ما تحبي. حلو، خلصنا من البتنجان. هنخش على الحلو بتاعنا. الطبيعي ان احنا بنروق الكاونتر بتاعنا، تشيل البصل والثوم على جنب، البتنجان بتاعي بيتدلع في قلب الزيت، ومعايا العصير فيتامين سي هنشوفه بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بصراحه المدفونه انا عاجبني الشعريه اللي مع الفراخ. مش بقى شويه الشعريه دول حكايه من جور السعيد، ربنا بيكرمه وبيسعد. هناخد المدفونه نغرفها عشان عندي عصير عايز اعمله. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده اللي عالي بالله عليك يا مخرجنا. جيب لي تفاصيلها كده. الف هنا وشفا. اكلي ولادك كده والعيله والقرايب والحبايب كيس شعريه من اي سوبر ماركت على ناصيه الشارع، فرخه وزنها كيلو. عملنا طبق جميل جدا يتحدى الفخدة الضاني، يتحدى الديك الرومي. حلو قوي. والله الجرنش بتاعي او البرزنتيشن حاجات بسيطه كده وسهله، وانا واقف
لما بنقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير، مش من الفراغ. ألف هنا وشفا للي يأكل. عايز أعمل دلوقتي عصير، عصير السعادة، عصير فيتامين سي، موجود في الجوافة البلدي بتاعتنا، بتاعت الريف المصري والصعيد المصري، موجودة عند أي فكهاني. معانا جوافة تعبنا لغاية لما شلنا البذر بتاعها. للأمانة أنا مش بحب حاجتين، لا بذر الجوافة ولا بذور الرمان. حلو. ومعانا عسل، ومعانا خلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. تشتغل يا صديقي. حلو. ومعانا ماء مثلج ومقادير عصير الجوافه على الشاشه في متناول الجميع. انا مش بحب اكل الجوافه كده، بحب اشرب عصير الجوافه بماء مثلج للامانه يعني، وقليل من السكر او العسل، ما بحبهاش بالحليب. هنعملها النهارده مع بعض بطريقه بسيطه وسهله، سموزي. ولكن للأمانة خلوني البتنجان هنا وأنا شغال، كفاية عليه كده. شوفوا الحلاوة دي كده، يصفي زيته. وهاخده كده هنا ده مهم، سيبيه لما يبرد شوية. حلو الكلام. وعايزك تبقى واقفه في المطبخ زي الشيف المغازي كده، ايدك في كل حاجه. تعملي محشي، بتعملي الاكل اللي بعمله ده، تبقى عارفه ايه اللي يتحط على النار، ايه اللي ابدا احضره اللي هو المزمبلاس، وايه اللي ممكن اشتغل فيه، وايه اللي ممكن اخلص منه، وايه اللي ممكن اقدمه. شفت البتنجان عامل ازاي؟ الله، شويه بتنجان بيتكلموا مصري. هنحطهم هنا كده على ما نشوف هنكمل ايه فيهم. تعالوا شوفوا العصير بتاعنا اخباره ايه. ادي الجوافه الحلوه مع ورقتين نعناع حلوين، ليه النعناع يا عم الشيف؟ برضو النعناع قيمته الغذائيه عاليه جدا، بيريح الجهاز الهضمي ويهدي الاعصاب ويجعل الفم رائحته طيبه. هناخد الجوافه الحلوه المثلجه دي ونحطها هنا كده. توفر عليك حاجات كتير على فكره، طالما قشرتيها كده وشلت البذر ده منها بالشكل ده كده. دي الجوافه اهي. انا مش بحب البذر، وعلى الصحه مني الاطفال دايما لما تاكلهم جوافه شيل لهم البذر من الجوافايه، بيتقل المعده وبيعمل مشاكل مع القولون وحاجات كده مش لطيف. هنحطها هنا كده. ورقتين نعناع حلوين يا عم الشيف. احنا عارفين الجوافه ناكلها بالليل كده واحنا ايه، بنشاهد البرامج بتاعتنا على القناه الاولى والفضائيه المصريه، ونقعد ناكل في الجوافه والبذر يجي تحت سنننا. ويا سلام لو عندي تسوس في الضرس ولا عندي مشكله وتيجي بذره في الضرس وما بين اللثه وبعضيها، طول الليل نقعد نفحر في سنننا. طب وليه؟ ما هو الشيف المغازي قال لك تعملها عصير معلتين عسل وماء مثلج. نقعد طول الليل مسجد تتكلم مع حد، ايه يا عم واكل جوافه؟ وبعدين لما بنقعد نشيل البذر من الجوافه سهل، نقطعها اربع تربع ونجيب معلقه الشاي ونيجي شايلين قلب الجوافايه، ننزل بعسل. الجوافه البلدي طعمها سكر، طعمها عسل، فمش هنكتر عسل كتير. نعتمد على السكريات اللي موجودة فيها، وأنا بصراحة مش بحب السكر في العصاير. نخلط ده كله مع بعضه. We'll be right back.
دايما المغازي يقول ايه لما يعمل عصير؟ شاطره يا امي، شاطره يا اختي، يا بنوته يا حلوه، يا صبابين العصير زيدوا حالاته. فيتامين سي موجوده، عسل مش محتاجين نتكلم عنه، الحديث يسبق ذكره. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نشتغل في البتنجان بتاعنا ونشيل الخلاط بتاعنا. ببساطه ده البتنجان، حط عليه شويه شبت صغيرين، شويه بقدونس حلوين، الله، معلقه توم صغيره، التوم الطازه غير التوم اللي انا حطيته في البدايه، التوم الطازه بيبقى قوي في قلب السلطه، معلقه فلفله حلوه، قليل من زيت الزيتون، بيدي لمعه، عصره ليمون يا عم الشيف، الله عليك، تسلم ايدك. ده البتنجان على طريقه الشيف المغازي. معانا طماطمايه مبشوره، ونقلب كل ده مع بعضه. نعم يا غالي، انت ناسي بقى، انت مش مركز معايا، ما انا حاطط في البدايه ملح وفلفل وكمون وتوابل، وحاطط معلقه نشا، فمعلقه النشا التوبنج بتاعنا البتنجان واخد التتبيله، فانا بحط الفليفر والطعم من طماطمايه مبشوره، بقدونس ناعم، عصره ليمون، معلقه زيت، ممكن نحط دبس الرمان، بس انا مش عايز دبس الرمان فيها، عايز استطعم البتنجان، لان دبس الرمان شويه بتبقى شخصيته قويه. السلطه دي عشان تاكليها بعيش بلدي الجميل الحلو من عناصره الشارع، من المخبز اللي على الناصيه، لازم ولا بد تجيبي لك ايه 20 50 رغيف. الله، هتغرفها ازاي دي يا عم الشيف؟ ده ندلعها اخر دلع. معايا خس بلدي، شفت بقى الغرف هنا لوحه فنيه، وانت بتغرفيه كده ده مطلوب. هو نفس المطبخ، بتنجان من عند الراجل بتاع الخضار، فرخه من على الراجل اللي بيتعامل معاه، ولكن المطبخ مختلف على السفره. لها صينيه بطاطس بالفراخ، ولها شوربه شعريه، ولا بتنجان مسقعه. الموضوع مختلف، صوره وطعم لاولادنا لضيوفنا. الف انا وشيفة للي ياكل. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا ان احنا بتكلفه قليله جدا، بنفس المقادير، بنفس الماتيريال، نعمل قيمه غذائيه، نعمل اكل مختلف في الشكل وفي اللون وفي الطعم. عملنا مدفونة الشعرية بالدجاج، عملنا البتنجان بالطش على طريقة الشيف المغازي، الشكل والمضمون مختلف، عملنا عصير بيساعد على الهضم، قيمته الغذائية عالية جدا، مفيد للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي في الوقت واحد. الجهاز الهضمي النعناع، الجهاز التنفسي فيتامين سي. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل ما عششت القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان خفة الدم. كلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.